فكرة الألعاب اللي بتستبعد أو بتتلعب لا طبعا هي مش عجباني في مصلحة مين؟ يعني استبعاد الكاراتيه، بلاش اللي مش عارف الرياضة الفلانية، بلاش البتاع، بتبقى ليها البريك دانس يعني، يعني ايه ادخل نوع من انواع الرقص، مسابقة رقص يعني، اه وايه اللي ادخل مسابقة تسلق، تسلق في الالعاب الاولمبية يعني، ليها ابعاد اكبر من الرياضة. والسكواش بتستبعدوه ليه؟ ما انا قصدي كده، ده احنا كنا مراهنين ان احنا نبقى في باريس مش في الدورة، احنا خلاص 28 في سكواش، اه لكن بس كان بيتقال انه من في باريس، لان كان رئيس الاتحاد الدولي فرنساوي والبلد بتاعته عامله هي الدورة. الدوره يا عم ندخل بقى، وجبناه على فكره واتفقنا معاه، لكن لا التصويت ما كانش لصالح مصر. في بتفسر ده بايه يا استاذ حسن؟ استبعاد رياضات وعدم وجودها وبتاع، هل في ابعاد اكبر من الرياضه؟ في بعد مهم جدا. طب ليه مصر تخش البلد الفلانيه دي ليه تاخد كذا ميداليتين ذهب؟ بس اقول لك حاجه، يعني في الاسكواش احنا ليه مسيطرين؟ احنا عندنا من ايام احمد براده ايوه وبطوله الاهرام للاسكواش، أيوة أيوة حصلت طفره، كل ولاد مصر عايزين يلعبوا سكواش. صح تمام. فالبطل بيصنع شعبية لعبة. صح جدا. اوعى حد يفتكر ان الصحافة هي اللي بتصنع شعبية لعبة، عشان الناس برضو ما بتاخدش بالها. احنا لو احنا قلنا العبوا سكواش، العبوا سكواش، انا كتبت 20، انا كنت بلعب سكواش والله. بس ايه لو انا كتبت 20 مرة العبوا سكواش، العبوا سكواش، غير لما الناس تشوف نجم. لكن لما انا اشوف نجم بياخد بطولة، بطل بطل. صح. لا هو ده القدوة بتاعي، هبقى لعيب سكواش. صح جدا. والبطولة نفسها يعني. ف يعني يذكر الامر لابراهيم حجازي اللي هو طبعًا كان صاحب فكره بطوله الاهرام، واتعملت في اماكن حلوه جدا، الاقي الجارديان جورنان كبير الصفحه الاولى بتاعته صوره ملعب الاسكواش في والباك جراوند هو الاهرام. دي حاجه عظيمه جدا. صح جدا. يعني انما يعني لا مش يعني فاكر احنا مصر كانت بتنافس من زمان. انما كان بينافسنا باكستان، كان ابطال عالم باكستان. صح. و جان شرخان والناس دي. جهانجير. وبعدين كان في نيوزيلندا، وكان في استراليا، وكان في انجلترا، كل دول مع سلامه في ظهرنا. ايوه احنا ابطال مسيطر. العالم. صح جدا. في كل المراحل السنيه. صح. ده مش حلو لمصر يعني، يعني 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 مش حاجه مشجعه يعني. ده سبب. بس في سبب تاني اقتصادي. اكبر ملعب سكواش بيشوفه 7000 واحد. ده عدد قليل جدا، ما فيش فيه اعلانات. اوكي. ملعب الاسكواش الاوضه دي ما بتجيبش اعلانات. اللجنه الاولمبيه بتدور على فلوس. اوكي. فعشان لازم يبقى في اللعبه ليها فلوس. كمان الدوله بقى، الدوله من مصلحتها حاليا ينافس اللعيبه المصريين ابطال العالم واحد فرنساوي. لكن ما فيش ابطال كتير قوي في العالم بينافسوا المصريين. ماشي. معظم النهائيات بين مصري ومصري يعني، او مصريه او مصريه. طيب يعني في الاخر خلاصة اللي احنا قلناه في الدقائق اللي فاتت كلها، انه الحاجات او الرياضات اللي متوقع النجاح فيها هي دي الرياضات اللي فعلا ممكن تعمل الميداليات. ممكن طبعا، لكن ما لا نضغط على البطل، لان لحظة المنافسة اذا ما كنتش مش متوتر نفسيا كويس، زي نهل رمضان مثلا، ما كانتش فت في ذهنيا ونفسيا، مع ان ارقامها كانت تخليها تاخد ميداليه، اذا ما كنتش ده الحاله النفسيه دي لحظه السباق يعني. يعني انا جربت ادي مثلا انت سباح بتعمل استروكات او بتضرب بايديك، بس ما بتجريش، ما بتطلعش، مش بتتحرك لانك خايف. لكن لما تبقى واثق من نفسك وهادي، الاستروك بتاعك حتى لو ايدك بطيئه شويه، لكن الاستروك بتاعك بيشدك يعني. صح. دي حاجه مهمه جدا في السباحه او في اي لعبه يعني. العدد اللي يرضي حسن المستكاوي في الدوره اللي جايه دي، حسن المستكاوي نفسه، لو جبنا 10 ميداليات، لو تمام. عشان ابقى امين ويعني مش ببالغ، مش بقول حلم يعني. اوكي. لو جبنا 8-9 ميداليات اولمبيه يبقى برافو علينا، انك عملت يعني اعلى من الريكورد اللي فات. برافو علينا. حلو. عملنا 11 زي ما بيتقال او 12 انجاز. يا سلام. ماشي. دي حاجه عظيمه جدا. على فكره احنا في دوره طوكيو كنا 53 في جدول الميداليات. 53. هي الناس واخده بالها من ده ولا لا؟ عارف يعني 53؟ يعني يعني في يعني في الثلث الاولاني تقريبا، عارف يعني المجر كانت بعدينا. في بقى كمان 60 دوله بعدينا. وانت مش دوله غنيه رياضيا. صح صح.
أنا عايز بس الناس تفكر في الحاجات دي، عشان المسألة الرياضة والميداليات دي مسألة يعني إيه، عايزة عمق وعايزة، لكن التسطيح المسائل دايما بيخلينا نروح في سكك مش مظبوطه.